كلمته وحيري للا دهاي إسلام كا دت كسو إسلامي إذا يرتا سيد الله وصل دباري لها أما لو كين لها ما لها خير كا كلمة أنتاس أي كوكبان تابين الله سبحانه وتعالى رنهانتي مانتا وحا أي استاتيسك مو جنيا أما با إذن كبا أد أركي كرتان با مركز مساجد أتكتان إيو ما لها اللي يشوفي ماذا خير كا مركز لغتوغو مناسباتها مؤتمرات كمركز لغتوغو وحد أركيسا مسجد كدتك كجراي أما وا تبان سنو كهوسيا أما صدن إيشان سنو كوين أما صدن بكوين فحاج جيرا قاب يا دوين أو أه مثلا كو يتبان جير إلا إيا صدن إنتي لغتوغو مسجد كأد بوغيري أما كو يتبان إلا إيا سيدي يتبان مسجد كأد بوغيري رونانتينا مركب باريس بدل لسمي لبا ميد اون بين نكون كرتا فاكتور كواد اي كيني كرا ان مساجد انا عمر من اما دائره لغا واي waxay tahay wa mido dadki meesha ugu tagayeen oo ah waalidiinti awliya al umur iyo culumadi iyo ducada bad mooda in aanay si gaar ah dadka ola fariisan hadarkaysa isaga qamisi soo xirtay koofiyadii wata jimcihi buu yimid oo soo galay oo baxaya عد ورقة أوه هي سمر كاملة هداي نقول لهيد ما ملكي ماشي الجوجة هداي نقول لهيد علماء دي يوم بركة الدين كشيء هدول نقول لها إمامك مسؤول ده يسار رايد تاقف كبن آدم كان سيدي سب هدانا كير لسين أما أنا الله دانينين يقف كوش كده قاقة هدا هدي أن انت كلمة انت جيدي وضد كحد أسي وده جيستان لأن جوجي نقول نسا كير ماشي صاق قال وحول بها يا مركة إن قعنت الله قولي قولي هذه النبي صلى الله عليه وسلم هدي يسي وحول أها ودغيسن جيري بل وحي با كو ديرن جيرين با سؤالا اني ما لها كلا لتغي كرين او والدونتود اني ولا ادي كرين او فغارا كلا اني كشيغي كرين با انتي النبي صلى الله عليه وسلم انتي بادي غوبان او مسجد سو غالان ويرانا اي وي النبي صلى الله عليه وسلم مركاسي سؤاشي لا بيغان جيرين وا سؤال قفك عاديغا اي كلا خشونه لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا ادي جيرين النبي صلى الله عليه وسلم دال يرا ويمد حديثه حفظ سنتين سوسو سعود مركو النبي سلامي وحو كبالله رسول الله تي زينة أهي بل يو غلو واكي قفك كود ديران كرا إساقو هرتاقا النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه عمل كان أغو فولحن وحو الله الله يا بن آدم كان أغو خير بضن وحونا كاله الله يا عمل لقبت كان أغو فولحن أما دنبي اللي قاله كان أغو ينبوك الله يا لكن النبي صلى الله عليه وسلم هدي ما أنت أي كاميرا جيري لهي دواغاس كون هذا واحد لقى ضو لقى ضو بير والنبي صلى الله عليه وسلم ملامح ذي فيتشرز لقو قبلا لها كدين ما أنت اللي نو كيني لها أنو حنا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم الصق قدر ولا عدينا يا قلبك أفريا قفك السود وين يا الأرك لها وجمع بوسنا ما هي النبي صلى الله عليه وسلم وحنا يلا دمبي جوي نبيان هذا النبي صلى الله عليه وسلم مركيبة رياكشن كماشة كيب ما هي أنتوا القات وركن معه هلا إلا في مدين صحابة دي يجوا مركا خير كيش قين دينا مدين وركن قارتة لقى جويو محلوانين دال يرى وحكاه لباهي ده يسوكاه النبي صلى الله عليه وسلم مركيبة وح الله جلي وهذا هذا اللي الله جلي أو مو ريشنال أو عقلي وح فهمي كروشة مركب النبي صلى الله عليه وسلم مدين ولا تقربوا الزنا الى هيري مركب مدين لكن النبي صلى الله عليه وسلم وحان كويدي وحانا انيغا الى تيميد ولسان الحال كيف وحان كويدي هويدا ما وغلان لهيد مكاشير ما يا رسول الله ولا شان ما يا رسول الله وتري هبرير ايو ان الله انت محارمتا انو غور كو غين كاري بو النبي صلى الله عليه وسلم مركو انت بو كددي بو خيري هدبا اوغو كو انا الزنا دل راسنيسي dad bay walaalo u yihiin dad bay hooyooyin u yihiin kuway eedooyin u yihiin kuway habaryaal u yihiin kuway xigtay xigaal u yihiin sidaad adigaba uga dhisan tahay bay iyaguna oo galeen nabiga sallallahu alayhi wasallam inta kaliya kuma akaysan hadana taa waxa ahayd xibaarkii aqliga ahaa amaba ki ahaa mantiqiga ahaa kadibna hadana ki spiritualka la soo gaaray ruuxiga ahaa nabiga sallallahu alayhi wasallam u duciyay markaa gacantu waxa ka saaray laptop markaa shiiri ilaah waxaad qalbigiisa ka saartaa waxaan ku jiray oo dareemay wuxuu leeyahay ki yara ee dhalinyarad ahaa meesha joogay ee waxa markuu masjidka galay fakarka madaxa ku hayd wuxuu yiri wallahi waxaan soo baxay buu yiri iyada oo wixii ii qurxanaa ay yihiin waxa ugu liita
أو أن يعني شيء لقد ذا هدو بجري كاس وأكتي ذكاء هابيل إلى سبحانه وتعالى قلبي يقول نديفي نكن اللي يرضى كو وحا خير كقصة الضبالي وامضوا إلهي بهرته هداية للضاني إنك لا تهدي من إيش أحببت ولكن الله يهدي من يشاء أرت إلهي بالضاني وامض هداية دين وحي النقطة هداية توفيق إلهي بوافجي وحاكلوا إنك كان إلهي سبحانه وتعالى صبا وغردقي نبي محمد صلى الله عليه وسلم بالله الله نبي دعوة قارسين إينا أدو ورد ما يشترى إشترى إينا قنيس وحاكلوا كسي درسة حساب النبي صلى الله عليه وسلم مركوا الله اللي وحكى لها اللي هيرك وقرات كيسو قارسي سيني النبي صلى الله عليه وسلم مدهن هلكا ساتكاد عدونتا لكن قرات كيسو كالها اللي هدبا هدي مركا دائرة مركا مساجد إيمانيا قرات كو لقالها الله هلكا ايتاقين كلمة الوسر قويو سي قماتي له قمنا لولها الله وحا ايتبانا يانو فكرانا مركا لقالها الله رنتي ويسهلان تبيذين الله سبحانه وتعالى خير كذتك لقارسي نبتو وحا ايتاهاي مرك الله مقلين مركيبة كي مسجدك يسقى مرك الله شانكولين يمشي وكبحه مركي الله مقلين مقعية الله سميه أمي إذا كان هلا نجا إلالي هل كان ريب تيد هذا هذا النبي صلى الله عليه وسلم هدي من قطبك كواد وقطبك كواد قطبك الله بعد ضدك مساجد إيمالها خير كالوارد إيمان يا رب وحي سوق الجيران قف كسامش كود جيران he could be anybody أدوك مجرن كرت قف كسامش إيمان حلق يا با كي يراه ماذا في الشك لا يهيء تنتو الشك لا أقول حيران تاي إنه ماشى صقر سؤال كي حماة جلال كل جناء دعي إنه الله صقر إذا كوب في عنتي ما قان مؤتمر كمرك للجوع قميص ذو إنه يجيه مرك هلا لك الله أعلم المهم سراويل قاب درا حلق يا با قبل يودو قعمه يلوجه هذا المغلان إنه مساجد مالها إسكتي ما هذا ضد كسيدا صقر لا لا يمدوني أما قان درا وجيسي أما با نوعا ما حلقة بضعف إيماني بالجرو أنت أسبي دين تكجأ أكتها قف كساس وكلاها وحلقة يا با إنه كن جرك خير بضنان كرام قف حافظ القرآن أو سجود سن هدي إيمان كل شيء هدي بهدو أنت كليها جيني أنت كليها دين ما أردت فيه سيدا لكن هدي لا شيء محيلا وردتك إيمان كهل كسي كشتان وسنكر معان بضن الله تقدرت كلي أدو حلقة جب ما هي steering ساقون ولا قف إيمانك مركا وكوسو الدحية ولكن النبي صلى الله عليه وسلم مركي لكان نين صحابي أها وقاد أكفتن بدنان جري وضد النبي قنا كقسلين جري صلى الله عليه وسلم عليهم هيا وحوها مشكلة قف المشكلة بوليه خمرا دا لغا كريوية خمر عبا والا كانا والا قراعا والا كانا والا قراعا مرول مركا حتك لغا أوفيو مركا دم صحابة وحي كيابا بفسدان نك سيد لو سعلني واتن مركي اخزاك الله ما اكثر ما يؤتى به الله كهوجيه ضفكو بحه ونك انت لو سعلني بدنا النبي صلى الله عليه وسلم مركي ماشي مره سعلني لا تعينوا على اخيكم الشيطان هذا هو لكن شيطان هاوك هيلنا شيطان هلا صفننا ولكن هكا صفننا وما حي كلمه انا اخزاك الله اوقفك اد كتراهيد اله اله هكهوجيو او غربك هكبخو oo ilaahay kuma naxariisto oo ilaahay kuma soo dayo marka leedahay qofka kan wuu sii fogaanayaa sheeydaan marka la safanayo hadaba sheeydaan hala safanayo nabiga sallallahu alayhi wasallam marka uu sii salaatu rabbi sallallahu alayhi wuxuu yiri waxaan ogahay innahu yuhibbu allaha wa rasuulahu warkana arkaysana la yaabantiin ilaahay rasuulkiisu jecel yahay maanta waxaan waba hadii la yiraahdo wa islaamah ila yiraahdo dad farabadan oo inaga aynaan tirsanayn ee magaalada iska jooga lagaba qaar kood inaad masajidada aadan ku arkin lagaba yaabo inaad meel mu'tamar iyo meel la isugu yimaado aadan ku arkin inay maanta wacdaro muujin lahayn halka dadkeenan warka badan in alxamdulillah la soo taagan aan gadaal u guran lahayn sadarteed adigu ma ogin innahu yuhibbu allaha wa rasuulahu qofka marba haduu muslim yahay kanzi aadi aada golden treasure bu halka ku sitaa kanziga waxa loo baahan yahay marka qofki marka laga faa'iideysto qisa waxa idin sheegayaa nin daaciye shaab al-fatah la dhaho قصص بلا بدر نو كشاجي مريض الجزيرة لو رئيسين وعند جيست حلي هاي عادة وحياة دورين أن تو ريجو أن ملاها ذات كسر قب قبطة أو حشاجو حل مالن بن سن وريجيو hours and hours on سن وريجيو سعر بدن مركان دالت ما ميت صاح لي بيه كيف أن سوق حي مزج كان بيه مزج مركان كان وأن هلك ويسيد أن أتلمامي وسوي يسوي صباحي ما
waxaan arkay biiri anigu sunan isaga dhaqaaqay biiri waxaan arkay kii oo aan keenay iyo dadkii masaajidka joogay oo markaa feer la isla dhacay oo ninkii la garaacay oo la isugu tagay wuxuu yidhi ninkan anaa keenay hadduu meesha uu ku nafbaxo mas-uuliyadeeda anaa iska leh markaasaan waxaan galay buu yidhi dagaalkii baan qayb ka noqday ninkii baan la safta buu yidhi ninkii baan isku dayay inaan dhankoodu caabiyo maxaad ninka ku haysataan waxay dhahay ninkan khamraa ka urays khamruu soo cabay waaba si sheegayn buu ninkan inaan khamra kaysoo urays markaasay waxay yidhaahdeen maanta ha iska tago ha soo meermayrto beri masaajid ha yimaado isna wuxuu yidhi maya maba baxaya meel aan u dhaqaaqay mal adigu qof shaamshaam ah oo cabsan adigu meel geen yacni bimacnaa meel aan u dhaqaaqay mal habiyo xaggaasaa loo riixaa uu riixaa wuxuu yidhi marka dan waxay noqotay inay intay faraha ka qaadaan salaaddii markii la gaaro masjidkiisa iska soo galo salaaddii baa la aqimay waa la galay allahu akbartii ragcadii koowaad tagtii labaad saddexaad afaraad marka la marayo oo sujuud loo wada dhacay oo dadku sujuud ka soo wada kaceen oo salaaddii laga salaamo noqsaday kii weli buu sujuusan yahay maba soo kicinba wuxuu yidhi markaan la yaabnay cabaar oo ay sujuuddu waqtigeedu dhaaftay baan marka soo qabanaa buu yidhi saa usoo toosinay waaba naf baxaba ninka kan halkaasuu ku dhintay yacni bimacnaa ninkan wuxuu ka nasiib badan yahay dadka masaajidka intaa joog isaga ka nasiib badan oo ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu la damcay khaatimada wanaagsan oo ah inuu ku dhinto aqrab maa yakuunu alcabdu min rabbihi yacni xaalad hadday jirto ilaahay loo dhowaado xaaladda ugu wanaagsanoo ilaahi subxaanahu wa tacaala oo addoonkiisa uu u dhow yahay waa marka uu sujuusan yahay xaaladdaasoo ku dhintay laga yaaba ninka kan ana maa sajada lillahi sajda inuusan weligii sujuudin baa laga yaaba ana maa raka lillahi raqca inuusan rukuucin baa laga yaaba oo uusan ilaahay u tukan weligiiba khayr aanu qaban laakiin markuu ilaahay khayrka kula doonaya meeshaas wey waxaan ula gol leeyahay marka adigu ma ogi dadkan meelaha jooga ee masaajidda iyo meelaha laysugu yimaado khayraadka lagu wadaayo ma ogid cidda ay noqon doonaan khayrkan ninkan maalinka uu ku dhintay isujuudda uu ku dhintay ajirkiisa wuxuu akoonnada ugu dhacayaa kee ninkii isaga markaa sababta u ahaa haddaba dadkan marka meesha isugu yimaan waxaa lagaga baahan yahay in noocan ma aadan mawduuci aadan dhayalsan oo u dhab uu kaa noqdo innagana aanu ka shaqayno hadda hawshan meesha aad ku arkayseenoo shan baa la marayaa dad baa ka shaqaysa gabdhahaasaa ka shaqaysa ilahi subxanahu wa tacala ha barakeeyo hawl la qabta wey waxaa laga yaabaa inay meelo kale ka keeneen waxaa laga yaabaa meeshan inay ka heleen inay waddada ka soo qabteen baa laga yaabaa adugu kelmad yar oo adna jannadii fura kuugu noqonaysa qof kalena ilaahay uu ku badbaadayna maxay waxba ku yeeli weyso ma mar haddaan wax ku yeelayna waqtigaaga qabso waxaa lagaga baahan yahay meelahan hadda aad joogtaan kiisa wax xilliga yaqaanaysa wax xilligiisa waxaa ugu sheego kii luqad kale ku sheegi kara ha ku sheego flyers diyaariya wuxuun diyaariya dadka guryaha idinkaga shaqeeya khayrka u sheego waxaan waa nicmo nicmadanna inaad adiga isku koobtid ma waa inaad gudbisaa wey waxaa kaloo lanooga baahay ma soo istaagtaba maasha allah maasha allah waxaan ku dari lahaa soo gabagabaynayaa marka raxmad naxariista oo loo muujiyo qofka kan musalliga ah masjidka kugu yimid ama hadda ha soo islaamo ama ha noqdo qof noocan ma muslim ah laakiin dadka ma aragtay ciidaha iyo ramadaanada uun la helo adreskaas unbaa laga hela inta kale lama helayo waxaa laga yaba caada inay noo tahay markaan aragno qof xaaladdaas ku sugan inaan nahaye waqtigii ciidda la gaaro noo timid yacni kelmada qofka jaarix ku noqon kara ciidda unbaa lagu arkayaa miya maanta waad soo luntay bay ku leeyihin maanta waa soo luntay maanta adreska miya kaasoo khaldamay dadku waa in yid laga jabin waxaa lagaa markuu yimaado inuusan aqoon meesha lagu weysaysto inuusan aqoon xataa sida loo tukado waa la saxayaa walidaalika nebiga sal alay waslam ninkii caraabiga ahaa nin badwiya oo reemiya ayaa intuu soo galay masjidkaada iskala qabsaday masjid yacni iska daaya masjid meeshan hadda iska bannaan ba haddii nin wuxuun ku sameeya laga yaba afarta gees mutamarka dhan wuxuu isku bedelaya fawdu isku bedelaya soo ma qof masjidkii intuu la yimid kaadidii oo isku dayin saxaabata rasuulilahi sal alay waslam inay intay horaraan oo ka celiyaan uu nebigu le iska daayay ha dhammaystay markuu dhammaystay kadib buu yidhi ii keena sakeel biyo ku jira wuuna ku shubay sal alay waslam ibnu alxajar alcasalaani marka uu tacliiqinayay fi lfatx wuxuu leeyahy inta faa'iido xadiidkaas uu leeyay waa midoo ninka kan horta raxmad baa loo muujiyey waa midda labaadoo kaadida laguma kala goyno haddii lagu goyn lahaa caafimaad daru ka qaadi lahaa waa midda saddexaadoo haddii hala qabta la siiraado wuu ordi lahaayo hadda kaadidu hal meel un bay ku shubantay masjidka oo dhan bay ku faniini lahayd isagoo dhan najaasuu noqon lahaa wuxuu taxayaa fawaa'id fara badan midda ugu muhiimsan ula golnayn baaran laimka aan qisada ka qaadanayna waxay tahay naxariisa oo dadka loo muujiyo waa muhiim
وعقلون مباهن هاي إن إلهي سبحانه وتعالى مركز ضد لقابقه وضد مركي مالها إن اللي سووا ردهم كلمة عدد إن تلا يسكو كانوا أو أن استثمار كي لسميني إذا دبتي دي الله هاي هل كان مركز لقفايز مرها دي وقت